ولمزيد من التفاصيل من تفاصيل مشاركة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي معنا عبر الهاتف من جنيف سعادة الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى. دكتورة سوسن مساء الخير، وبودنا حقيقة الحصول على تفاصيل المشاركة في الجلسة العامة والاجتماعات التي شارك فيها وفد الشعبة البرلمانية. مساء الخير عليكم كلكم. حبيت أبين لكم بأن اليوم يعتبر يعني بشكل عام اليوم الثاني من مشاركتنا في اجتماعات البرلمان الدولي. اليوم كانت مجلس الحاكم اجتمع في الصباح وجميع أعضاء الوفد حضر، كانت هناك كلمات للدول، وألقى معالي رئيس مجلس النواب كلمته بالنقاط اللي تفضلت فيها، بالإضافة إلى الاجتماعات الأخرى اللي هي اجتمع الأستاذ جمال فخرو في اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة، وكانت هناك موضوعين مطروحين. الموضوع اللي كان مطروح إحاطة عن المساهمة البرلمانية في الأمم المتحدة مؤتمر تغيير المناخ لعام 2018، وأيضا كان هناك مناقشة حول دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شاركت الأخت جميلة سلمان في اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان هناك مناقشة لمشروع قرار مطروح بشأن تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مجال الهجرة وإدارة الهجرة في ضوء تبني الصراع العالمي حول الهجرة. وأنا شاركت أيضا في اجتماعات اللجنة الأولى اللي هي اللجنة الدائمة للسلام والأمن الدولي، وكان في موضوعين مطروحين للنقاش، موضوع بشأن نزع السلاح الشامل وعدم الانتشار، والموضوع الآخر كان حول مكافحة العنف الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وممرائها. نعم دكتورة، يعني هل هنالك رؤية لمملكة البحرين من خلال مشاركاتكم في اللجان؟ يعني هل هنالك رؤية معينة أوصلتموها خلال هذه الاجتماعات؟ طبعا في جميع اللجان لنا رؤية لدور مملكة البحرين وجهودها في المواضيع المطروحة، بالإضافة إلى توصيات ومبادرات مملكة البحرين تتطلع بأن الاتحاد البرلمان الدولي تتبناها. فمثلا هناك في مشروع القرار في عدد من التعديلات تبنتها الأستاذة جميلة سلمان. بالنسبة لاجتماعي أنا كان في موضوع نزع السلاح، بينا لنا البحرين دائما ويعني توقع الاتفاقيات والمعاهدات اللي تعني بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية والأسلحة يعني وأي أسلحة تطرأ على في التطور التكنولوجي الجديد مثل السايبر وور أو الأسلحة الإلكترونية. بالإضافة إن إحنا وضحنا بأن لابد من إن يكون هناك عمل على خلق حالة من السلم والأمن على المستوى الداخلي والدولي من خلال تكثيف الجهود والتعاون المشترك لحل المنازعات اللي على الساحة المحلية مثل مشكلة اليمن وسوريا والأزمة الفلسطينية. وأيضا بينا موقفنا الحازم تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف ومنع برنامجها النووي ودعم الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات فرضها وتفعيلها عشان نحافظ على السلم والأمن العربي والعالمي. هذه كان في موضوع الأسلحة وعدم انتشارها. أما بالنسبة للموضوع الآخر اللي كان يعني بالعنف الجنسي في عمليات الأمم المتحدة، أكد بأن لابد أن يكون هناك محاسبة لموظفو الأمم المتحدة، لأن هناك الآلاف من الفضائح اللي قام فيها موظفو الأمم المتحدة في السنوات السابقة والسنوات الحالية، وطلبنا بأن يتم محاسبتهم، بالإضافة إلى عدد من المقترحات صراحة مملكة البحرين كانت متفردة فيها، واللي يعني أشاد البانيلست أو المحاضرين اللي موجودين على الطاولة الرئيسية بهذه يعني الاقتراحات، وأنه بيأخذونها بعين الاعتبار. نعم، من مدينة جنيف السويسرية سعادة الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا.